لو بتحبي مخلل الليفت وعايزه تاكليه في خلال 12 ساعه، يعني تعمليه بالليل تاكلي منه ان شاء الله تاني يوم على الغدا، اعمليه بالطريقه ديت زي ما انت شايفه. بصي جميل اهوت ومستوي حلو قوي اهو ومقرمش. لو عايزه تعرفي الطريقه تابعيني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ازاي بتخليه الليفت السريع وتاكليه بعد 12 ساعه؟ بتجيبي الليفت وبتخرطيه بالشكل دوت وبتنقعيه لمدة ساعة في الملح لحد ما بيبك ميته زي ما احنا شايفين كده. ولما تيجي تشتري الليفت يفضل انك انت تشتري المقاس دوت المتوسط ده من الليفت اهو بالحجم ده اهو. طبعا ايه احنا بنبقى غسلينه ومخرطشينه. وبعدين بتجيبي ميه بتكوني غاليها اهيت وبتحطي فيها بنجرايه، بس بستنى لما ايه تبرد شويه، ما تحلليش فيها وهي سخنه بتغلي، لازم تكون بردت او دفيت. وتحطي فيها اللفت زي ما احنا شايفين كده، تحطي اللفت. واوعي تكبسي البرطمان، لازم يكون اللفت كده رايح جاي كده اهو شايفه، علشان خاطر يستوي بسرعه ويلون بسرعه. وبتقفليه باحكام ورق استريتش او بكيس ثلاجه كده اهوت، بتقفليه وتظبطيه تمام اهو. بس حضراتكم مش هو بيجي اهوت، وتاكلي منه ان شاء الله بعد 12 ساعه 24 ساعه بالكتير ان شاء الله بيكون تمام 100 100 اهوت. بالهنا والشفاء وصحه وعافيه على قلبكم، اتمنى ان شاء الله ان هو تكون ايه عجبكم خلال 12 ساعة 24 ساعة بالكتير هتاكل ان شاء الله منه. اوعي تنسي زي ما قلتلك المية ديت لازم تكون مغلية واستهدت، لازم تغلي المية قبليها، وعلى كل كوباية كبيرة معلقة ملح وحبة سكر صغيرين. بالهنا والشفا وصحة وعافية على قلبك.